كلمتين هقولهم لك تخليهم خاتم في صباعك، مش هقول لك حلقة في ودنك، لأن الرجالة يا حبيبي بتلبس حلقان. بعد إذنك، لو ليك صاحب ما بيحترمكش قدام الناس، بيقل منك، بيتنمر عليك، بيشتمك، بيهزقك بدعوى الصداقة وإحنا أصحاب، اقطع علاقتك بيه فورا، لأن ده مش صاحبك. الصاحب اللي يحترم صاحبه، اللي يقدره، اللي يخاف على مشاعره، غير كده ده عدو ليك، ده واحد ما بيحبكش، ده واحد بيغير منك، واحد ما بيقدركش يبقى ما يلزمكش. اسمع الكلام وخليه خاتم في صباعك ما تقلعوش. بعد إذنك احفظ كرامتك، لو القعدة كده انت ما عدتهاش باشا وبطل وعلى وضعك وذكر ما تعودهاش. اوعى تيجي بينك وبينه، انا ما بحبش واحد اتنين تلاتة اربعة، ديك اعذرته اهو واديته انذار. عمل نفس الموضوع ده اقطع علاقتك بيه فورا فورا. قول لهم لا انا ماليش بقى في القعدة دي، دي مش قعدة رجالة، دي قعدة عيال وهنمشيها عيال عشان الرقابة. اوعى كرامتك ثم كرامتك ثم كرامتك.